السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عساكم بألف خير جميعا. معاكم ميس من لجنة الطب البشري في شرح الوحدة الثانية من اللغة العربية. صدقا صراحة هي وحدة جدا سهلة وممتعة نوعا ما، وموضوعها كتير لطيف وحلو جدا انه نعرف عنه ونتفحصه بشكل اكبر. فبسم الله نبدأ. اللهم إنا نبرأ إليك من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك. اللهم يا معلم آدم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، ويا مؤتي لقمان الحكمة آتنا الحكمة وفصل الخطاب. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأقوال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. طيب، نحكي عن مهارة الاستماع وليس السماع. طبعا في فرق ما بين الاستماع والسماع، في البداية ذكرنا لنيا. الاستماع هي مهارة مهمة جدا من المهارات التحصيلية التي يجب أن يمتلكها الطالب في كافة مراحل الدراسية. صدقا يا جماعة، أنا أرى بأن أي إنسان ولد بفطرة عربي من المفترض أن يمتلك مهارة الاستماع، لأنه يعني شيء نربى عليه منذ صغرنا، فالفكرة بإذن الله يعني واصلة. وهذا يجب أن نفرق ما بين السماع والاستماع. طيب، السماع هو عملية فيزيائية. يعني هو سبحان الله، يعني إحنا لا عندنا القدرة بأن نغلق أذنينا وإنه ما نسمع وما إلى ذلك، فبالتالي هي عملية يعني سواء أردنا أو ما أردنا هي شغالة، فأنا بسمع في الحالين. وبحكي لنا هون لا تحتاج لتركيز، وفي غالب الأوقات تسمع دون أن تقصد ما تسمعه، وهذا ما يحدث معنا يوميا في الحياة العملية الواقعية. وسبحان الله، يعني تحديدا السماع، وأنا عم بتفحص صراحة ذكر بكثير آيات من القرآن، مثلا من ضمنها آية في سورة الحج: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها. فسبحان الله، دائما أو كثير آيات ربطت السماع في القلب، وكأن فعليا الأذن هي بوابة الدخول إلى القلب، وهذا الشيء يا جماعة مصدق فعليا. لا سبحان الله، كثير منشوف من الصحابة أسلموا لمجرد إنهم سمعوا آية، من الصحابة الكبار كذلك، إنهم مثلا سمعوا آية معينة حتى وإن كانوا لا يقصدوا التركيز معها، ولكن كانت سبب في إسلامهم. وسبحان الله، يعني كمان قرنت في آيات أخرى مع القلب، مثل آية في سورة قاف: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. إنه ألقى السمع هون بما معنى الاستماع، بأنه ركز في هذه الآيات. وسبحان الله، يعني حتى كفار قريش كانوا يدركون لأهمية السماع، فكان لما النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ الآيات بصوت عالي في الصلوات كانوا يلغوا فيه. شو يعني يلغوا؟ اللي هو يتحدثوا في أي شيء يضلهم عن الكلام الذي أو عن القرآن الذي يقرأه الرسول صلى الله عليه وسلم. ليش؟ لأنهم عارفين أثر هذا القرآن في نفوسهم، فكانوا يحاولوا يغلقوا أذنيهم ويتحدثوا في أي شيء. تخيلوا، وهذا من لفظ الله سبحانه وتعالى: ختم الله على قلوبهم، برضو مرة أخرى وعلى سمعهم، قرن القلب مع السماع. وحتى في كثير آيات، يا الله قديش لو يعني بحثنا في القرآن عن كلمة السمع ومشتقاتها ما حنخلص. آية في أواخر سورة آل عمران: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، إننا سمعنا. فأشوفوا الآيات ما أجملها. وعن آيات أخرى: وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، في نهاية البقرة. وصراحة الحديث في هذا الجانب يطول. الفكرة أتمنى أنها تكون وصلت، أن السماع هي عملية فيزيائية، يعني أنت أردت أن تسمع أم ما أردت هو الشيء حاصل. أما الاستماع، خلينا نركز على مفهوم الاستماع، أنها عملية مقصودة. اللهم صل على سيدنا محمد. فيسمع الإنسان لرغبته في الاستماع، يعني من الآخر مثلا عندنا محاضرة، إحنا جالسين في المحاضرة غصب عنا بدنا نكون مركزين مع الدكتور وهو بيشرح. ليش؟ لأنه يعني هي رغبتي في أني أسمع. ليش؟ لأنه بدي أفهم ثم أجيب. فليست الأذن قناة عبور أصوات، وإنما نافذة في البدء في التعلم. تمام؟ أتمنى أنها تكون وصلت بشكل صحيح. طيب، مفهوم الاستماع، فالاستماع يقصد به الانتباه وحسن الإصغاء إلى الشيء المسموع، يشمل إدراك ماهية الرموز اللغوية المنطوقة وفهم مدلولها. يعني أنا عم بسمع إشي وبدي أحلله، بدي أفهم شو عم يتكلم الشخص الأمامي، ثم النفاذ إلى تحديد الوظيفة الاتصالية المتضمنة في الرموز أو الكلام المنطوق. وهنا يدرك المرء أهمية التفاعل بين الخبرات. وسبحان الله، حتى الاستماع إنك هي الطريقة اللي حتى تتفاعل مع غيرك. يعني فلان سألك سؤال، فبالتالي أنت حتفهم هذا السؤال، يدخل في الاستماع، حتفهمه تدركه، بعديها تخرج منه يعني بعد التحليل تجاوب على هذا السؤال. فهذا يقع من باب الاستماع. قد يمضي الطالب منكم معظم أوقات وهو يسمع، وبخاصة في المحاضرات والجلسات التي يمضيها، وهذا ما يحدث بالفعل. أثبتت الكثير من الدراسات أن نصف وقت الطالب تقريبا، يعني 50%، يكون مستمعا.
اللهم صل على سيدنا محمد. نيجي نحكي عن أهمية الاستماع وأهدافه. طبعا يعني كثير في أشياء حنشوفها هي أشياء بديهية، يعني مش لازم إني أنا أروح أحفظها 100%، بالنهاية الامتحان بيكون كثير أسهل من المتوقع، وحتى في أسئلة تحل بديهية من غير الرجوع للتفريغ أو ما إلى ذلك. طيب هي أول شيء أهمية الاستماع، هي المهارة التي تمكننا من حل شفرة الرسالة التي يقصدها المرسل أو المتكلم. ما بعرف يعني صيغة الكلام، ولكن بما معنى فلان تحدث بالتالي أنا حرد عليه، فأنا حللت ما قاله وعرفت أني أرد بمقدار ما أقصد الاستماع، بمقدار ما يكون فهمي دقيقا وواضحا. يعني أنا كل ما ركزت أكثر، وهذا شيء بديهي، كل ما بالتالي أنا فهمت أكثر، فقدرت أني يعني الموضوع يكون عندي دقيق بشكل دقيق وأوضح. وإذا فهمت المغزى تحقق الهدف من التواصل، وهو التأثير الإيجابي، زيادة ثقافة الإنسان ومعرفته في جميع النواحي. اللهم صل على سيدنا محمد. وهذا حقيقة موجود، يعني أنت خلال السماع أنت عم تكسب مهارة، أنت عم تكسب فكرة، ثقافة، علم معين، فبالتالي في كل نواحي الحياة مهم وجود الاستماع أو السماع بشكل عام. طيب اهتمام القرآن به، سبحان الله ذكرت آيات في البداية، وهي الآيات الأخرى، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وسبحان الله هون جاءت في لفظ واستمعوا، مش فاسمعوا. دائما الزيادة في اللغة العربية تعني الزيادة في المعنى، فاستمعوا يعني ركزوا معه وافهموا وقدر الإمكان، يعني الإنسان يتقصد سماع القرآن. سبحان الله، الإنسان الذي يخوض في القرآن حتى مجرد سماعه، تخيل حتى مجرد سماعه الله سبحانه وتعالى يفتح عليه في تفاصيل التفسير والفهم والعلم وما إلى ذلك. قال الله تعالى في الآية الثانية: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أسأل الله أن يجعلنا منهم، آمين يا رب. أهدافه طبعا حمر عليهم بشكل سريع: السعي نحو بناء الذات، تزويد الإنسان بقدرات ومهارات تفاعلية. طبيعي يا جماعة، سبحان الله، الإنسان الذي حرم من هذه النعمة بيكون تفاعله مع الأمور حوله صعب، وبيكون واضح إنه هذا الشخص لا يسمع، مو قادر إنه يستجيب. حتى ما بأمر الإنسان الذي يولد يعني بيكون بفطرته إنه ما بيسمع مثلا، أو يعني منذ خلقه لا يسمع، فبالتالي هو بيكون أصلا مش عارف يحكي، لأنه ما عمره سمع أي صوت، ولا عمره سمع حروف، ولا عمره. نسأل الله العافية جميعا. فهي تزويد الإنسان بقدرات ومهارات تفاعلية كثيرة، تعزيز مهارات التفسير والتحليل والتعليل تلقائيا، وهذا من كتب يعني أدمن الواحد ذات سماعا حتزيد عنده هاي المهارات. تنمية البعد الثقافي عند الإنسان، أصلا هي تبادل في الثقافات وفي الخبرات وفي العلم وفي التعلم والمعرفة، جعل الإنسان يعبر عن مقاصده بصورة صحيحة. وسبحان الله، لأنك أنت استمعت فأنت قادر أنك تفهم وتحلل، فبالتالي قادر أنك تعبر ما بعد ذلك. الاتصال والتواصل وكسب العلاقات والاحترام، التمكين من اكتساب اللغة وتعلمها. وسبحان الله، يعني إحنا بنشوف يا جماعة الأطفال الصغار بيتعلموا اللغة أو الكلام قبل شو؟ قبل الكتابة، وهذا إشي طبيعي ومنطقي أصلاً. ليش؟ لأنهم سمعوها، فهم تعلموا هذه اللغة عن طريق الاستماع وعن طريق التركيز وعن طريق إنك تسألهم هم يجيبوا، مرتهم بيجاوبوا أشياء ملهاش دخل، بس مع الوقت بيصيروا يتعلموا عن طريق الاستماع، ثم بيصيروا هم يعرفوا يحكوا هذه اللغة، ما بعد ذلك إحنا بنتعلم القراءة والكتابة وما إلى ذلك. تنمية الجوانب اللغوية عند الإنسان، السعي نحو الفهم والإفهام والتعلم الفاعل، ركزوا لي ما بين الفهم والإفهام عشان حنذكرهم كمان شوي، وسيلة للحفظ والتمكن. طيب فلو نظرنا في أهداف الاستماع لأدركنا الفوائد الجمة، وسبحان الله يعني الحمد لله على هذه النعمة، وأسأل الله أن يعني يجعلنا ممن أحسن استخدامها. طيب أنواع الاستماع، عندنا 4 أنواع للاستماع. اللهم صل عليك يا سيدنا محمد. الاستماع الهامشي أو الغير مركز، ما هو قريب من مفهوم السماع، وهذا النوع كثير الدوران، إنك أنت بنلاقيه بالأحاديث العامة زي ما بدأ فهمك كمل، وأنت بتكون لا سامع ولا إشي، أو لما حدا مثلا يحكي لك شيء وأنت تروح تضحك، هاي ضحكة التسليك، إنه يعني أنا سامعك وهو خلص يعني تمشي القصة والأمر ما علينا. وما نصغي إليه في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، مرات بتكون أنت مشغل إشي بس أنت مش مركز معه، فبالتالي هذا من باب الاستماع الهامشي. استماع غير مركز، لا يركز على هدف معين، وهو يعني في له كثير جوانب. الاستماع الاستمتاعي وهو ذو سمة اختيارية قصدية، فيشمل ما يمارسه المرء حين يقصد المتعة الروحية والنفسية، زي مثلا الناس اللي بتحب تسمع أبيات شعر، الناس بتحب يعني
حتى ما بحب أحط استماع القرآن في هذا الباب، ولكن مرات فعليا لما مثلا تشغل القرآن تكون مثلا قلق أو مضطرب فتشغل القرآن بحيث إنك تصل إلى معينة تريح نفسك، تريح نفسيتك وقلبك. وذلك الاستماع، هم حاطين لك أمثلة إلى شاعر في أمسية، نشاط في مهرجان، وحديث ذي طبيعة حميمية. طيب اللهم صل على سيدنا محمد. الاستماع المحروس أو اليقظ، هون الإنسان بده يكون مركز وفاهم كل كلمة عم تنحكى، وهو الذي يمارس بعض الأشخاص ليبدي عناية بالمادة المسموع بالمادة المسموعة كالمحاضرات والمناقشات، وغالبا هذه بتكون مرافقة لتعابير الوجه، يعني بتكون مبين عليك إنه كمل بما معناه يعني. فالمهم الاستماع التحليلي النقدي، يقوم هذا النوع من الاستماع على ثقافة المستمع ومدى امتلاكه لمهارات الفهم والإفهام واللغة والخطاب. فهذا الإنسان لما يسمع، إذا يعني بيكون عنده بيحلل هاي التفاصيل اللي سمعها، وقادر إنه يطلع بوجهة نظر الخاصة، وقادر إنه ينتقد ما سمع. بمعنى أن المستمع لابد من أن يمتلك مؤهلات فكرية وثقافية تمكنه من تحليل أبعاد الرسالة التي قصدها المرسل. إلى نهاية التعريف يعني، أو هنا بيان الروابط فيما بينها، بعد ذلك يستطيع أن يحكم. طيب وسائل تحقق الاستماع وشروطه. طيب اللهم صل على سيدنا محمد. طبعا بقول لك انه هذه العناصر حصرها العلماء والباحثون. القدرة على التمييز بين ما لا نعرفه وما نعرفه، يعني عادي ممكن تسمع معلومة اول مرة فتحكي انا هاي اول مرة بسمعها، وبينما تسمع شيء ثاني والله مر عليك مليون مرة، فخلص انت مميز انه هذا الشيء انت بتعرفه، هذا الشيء انت ما راح تعرفه او ما كنت تعرفه. القصد الى الفهم وتعويد النفس على ذلك وجعله من الاولويات، وهي المهارة اتوقع يعني الكل كسبها منذ الصغر، يعني خلال الدراسة انه الواحد خلص بده يعود نفسه انه هو بده يركز حاليا عشان يفهم. القدرة على الربط، وهي مهارة جدا جميلة بانك تربط الاشياء اللي تسمعها في بعضها، التمييز بين ما هو اساسي وما هو ثانوي، وهذا سبحان الله يعني مبين في برضو الانسان الفطن في المحاضرات بالاشياء اللي الدكتور ركز على مثلا معلومة معينة، فانت عارف انه هذا اشي مهم جدا ممكن انه يجي في الاختبار، وبينما اشياء ثانية الدكتور بشلفها فانت عارف انه ما فيش داعي تركز عليها. لا إله إلا الله. طيب اختيار المكان المناسب والمقام المناسب، التكيف الذهني، يعني وهي واضحة النقطة، التكيف الذهني التكاملي مع المتحدث، إنك تكون مركز معه، التعود على جعل الاستماع عادة مألوفة لدينا، فهي من ضروريات الحياة، وأتوقع لكل هيك أسأل الله من كل وجميعنا وصلنا إلى هذه المرحلة، التدرب إلى عملية الضبط للمسموع ووضع اختبارات ذاتية. هاي القصد فيها إنه الإنسان ما يشت، زي النقطة التي تليها اللي هي التحمل الجيد وعدم تشتيت الانتباه، إنه يعني تقعد أطول فترة ممكنة مركز مع الشخص اللي عم يحكي. طيب اللهم صل على سيدنا محمد. فالاستماع بحاجة إلى حسن الاختيار، اللي هو اختيار الذي يشمل المادة المسموعة، إني يعني أنا أعرف الإشي في البداية الإشي اللي بدي أسمعه، اختيار أشياء مهمة ويعني تزيد في ميزان أجلنا وميزان حسناتنا مش العكس. مثلا بتحب تسمع درس معين، بودكاست معين في فائدة لك، درس معين، محاضرة معينة لازم تنجزها، آيات من القرآن الكريم وما إلى ذلك، وكل ما يحيط بها من ظروف وملابسات. ثم الفهم الدقيق، تفهم الإشي اللي سمعته بشكل دقيق، الاستيعاب المتكامل. هلا بدنا نميز ما بين الفهم والاستيعاب، ومحاولة التذكر والقياس، ثم أخيرا النقد الهادف، اللي هم بدنا نحكي عنهم هذول الأقسام اللي هم إيش، عمد التربويون إلى تقسيم مهارة الاستماع إلى 4 أقسام. اللهم صل على سيدنا محمد. طيب مهارة الفهم، اللي هو إنك تقوم على الدقة في إدراك الأفكار الجزئية والكلية، إنك يعني تفهم شغلة معينة إنك تكون قادر على استيعابها في عقلك. بس هلا شوف بدي أحكي، مهارة الاستيعاب إنك تكون قادر إنك تنظم الإشي اللي انحكى لك، اللي هو إنك تكون قادر على مفاتيح التلخيص والتنظيم للمادة المسموعة. زي كأنه الفهم إنك تفهم والاستيعاب إنك تفهم، فهمتوا علي؟ يا رب تكون وصلت. إنك تفهم شغلة بتكون مختلف تماماً عن إنك تفهمها للناس، فلما تفهمها أنت بتكون قادر على إنك تلخص الأمر بشكل عام، وقادر إنك تنظمه بطريقة مرتبة. مهارة التذكر بعد ما، وطبعاً تعتمد على موضوع الاستيعاب، لأنه لما الإنسان يكون عنده مفاتيح تلخيص ومنظم الأمر بيكون أسهل إنه يتذكر، فبالتالي مهارة التذكر قائمة على الاستيعاب، اللي هو نشوفه قائمة على التعرف على كل ما هو جديد بالمادة المسموعة وربط ما تم اكتسابه بالخبرات السابقة وإدراك العلاقة بين الجديد والقديم. ومهارة التذوق والنقد، هذه ما بعد
الفهم والاستيعاب والتذكر يكون عندك يعني وجهة نظر بالأخير القائمة على تمكين المستمع من التفاعل الحي مع من جهة وجعله قادرا على الحكم على الأفكار في ضوء الخبرات السابقة. يعني إذا كان في شيء غلط بالإشي اللي سمعته طبيعي إنك طبيعي جدا إنك تحكي عنه لأنه هذا من مهارات أصلا النقد. طيب مثال على صيغة السؤال مهارة الاستماع للطلب الدقة في إدراك الأفكار الجزئية. طبعا يا جماعة يعني فهمهم فهم يعني مش حيحتاجوا كثير إني أنا أحفظ في بدقة وكل كلمة وحرفي وما إلى ذلك. أنت حابين أضع دائرة وبيجي إن شاء الله وين وسهل. اللهم صل على سيدنا محمد. نيجي هنا تحليل المادة المسموعة. نلفت نظر الطالب إلى أن الاستيعاب هو ثمرة الاستماع الجيد. تمام فهي نقطة مهمة. نرجع نعيد الاستماع مش السماع. إنك أنت بدك تستوعب شغلة تقدر تفهمها في البداية وتقدر تلخصها وتنظمها عشان يعني لو قل لك بث هذه المعلومات لحد غيرك تكون قادر على إنك تبثها. فبيعتمد بشكل أساسي على الاستماع الجيد وإنك ما تفوت أي معلومة من الأشياء التي قيلت. لذا فإن تعاملنا مع المادة المسموعة يقوم على قصد الاستماع من أجل تحقيق الهدف الفهم المنشود. إني أنا بالنهاية بدي أفهم. وعلى أي حال فإن تحليل المادة المسموعة يقوم على ما يلي. إني أنا بدي أحلل المادة على أساس شو؟ إثبات الأثر الذي خلفته المادة المسموعة في نفسية المستمع. يعني إيش يعني على سبيل المثال آيات معينة إيش تركت في النفس؟ شو فهمت منها أنت بس سمعتها؟ الكشف عن الظواهر اللغوية والنحوية التي رافقت المعنى. يعني كلمات معينة أنت مش فاهمها، إعراب معين بدك تبحث عنه، القيام بتدريبات لغوية ونحوية، القيام بتدريبات بلاغية، زي موضوع مثلا ندخل على موضوع المخارج وهذه التفاصيل، رصد أولي للمعاني اللفظية والمعجمية ومقاصدها، غريب القرآن اللي هو الكلمات اللي فيها أو غير مألوفة إلنا من القرآن نفسه مثلا، فتكون أنت عارف معناها ومقصدها، الكشف عن معنى التراكيب والدلالات الخاصة بالمادة المسموعة وبعدها ربط الدلالات والتراكيب ببعضها البعض، الكشف عن سلسلة العلاقات بين المعاني والمضامين بصورة كلية، يعني نفس الشغلات اللي حكيناها فوق إنه الإنسان يربط ما بينها، الكشف عن جوانب الانفعالية والعاطفية. سبحان الله يعني حتى في الشيء المسموع نبرة الصوت تؤثر في الشغل اللي انت عم تسمعها. يعني لو قيلت لك جملة معينة بنبرتين مثلا نبرة حزينة ونبرة غاضبة حتكون انت مميز بيناتهم. سبحان الله الخطاب القرآني كان مليء بهاي التفاصيل. زي مثلا لما انت تيجي تحكي لحدا انه والله بيحكوا انه فلان اللي اسمه كذا بهذه الطريقة، القرآن جسدها بآية قالوا من فعل هذا بآلهتنا يا إبراهيم قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. إنه يعني شوف التجسيد القرآني. وأتوقع إنه في لها فيديو إذا تحبوا تسمعوا يعني كيف قرأتها بطريقة عن جد تجسد المعنى اللي بده يوصلها من الآيات. بلاش في خطابات أخرى زي خطاب إبراهيم لأبيه في سورة مريم أعتقد هي يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك. الخطاب فيه التماس ومحاولة ترقيق للأب بأسلوب يا أبتي، رغم إنه والد سيدنا إبراهيم إحنا عارفين إنه كان كافر بالله سبحانه وتعالى، ولكن لما كان يدعوه كان جاء يعني جاء له بأسلوب الترقيق، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك إلى نهاية الآيات، يا أبتي لا تعبد الشيطان، رغم إنه قاعد بحذر فيه لكن بيستخدم معه الالتماس. وكمان في كثير آيات زي آيات يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، لما سيدنا نوح صنع السفينة وكان ابنه غارق في يعني كان يحذر انه حيغرق في البحر فطلب منه انه يركب مع يعني هيشوف كان يحكي له يا بني اركب معنا رغم انه كان مشرك بالله وكان عاصي لله سبحانه وتعالى. فجوانب الانفعالية والعاطفية صراحة في النص وكثير بتبين بموضوع الصوت، يعني الحالة الشعورية نفسها والعاطفية والانفعال بتبين جدا في موضوع الصوت. طيب يا رب نكون وصلت وفهمناها بأفضل طريقة. طيب تطبيق الاستماع عنا قصيدة على قدر أهل العزم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلينا نرجع نكمل تطبيقات في الاستماع اللي هو بدنا نأخذ عن قصيدة للمتنبي اسمها على قدر أهل العزم. حقيقة هي قصيدة طويلة مخدين منها ما يقارب 12 بيت وهي بإذن الله يعني سهلة والأشياء اللي بدها توضيح بإذن الله منوضحها بشكل سريع. أبو الطيب المتنبي كتب هذه القصيدة في العصر العباسي وكان كالعادة دائما يمدح بسيف الدولة الحمداني اللي هو أمير حلب. يعني هاي القصيدة يعني يقال فيها هي مدح وحماسة، يعني المفترض أنه يكون فيها قوة. طبعا حكينا أنها تتحدث عن سيف الدين الحمداني.
هو سيف الدولة الحمداني، وموزونة على البحر الطويل، حرف الروي فيها هو حرف الميم. اللهم صل على سيدنا محمد. طيب، الأبيات المختارة من القصيدة سريعا عن الأفكار الرئيسية. من الأبيات 1 إلى 3 بتحدث فيها الشاعر عن ذوي الطموح العالي. الأبيات 4 إلى 6 وصف قلعة الحدث، اللي هي قلعة كانت موجودة لونها صار أحمر بسبب الدماء اللي تناثرت في المعركة طبعا اللي انتصر فيها سيف الدين، سيف الدولة، سيف، أوكي، سيف الدولة. الأبيات من 7 إلى 12 وصف لسيف الدولة والافتخار به وبتأثيره. بدأ الشاعر قصيدته بالحكمة. طبعا أنا ما بدي أقرأ الأبيات عشان الوقت، فكل بيت بنقرأ، كل بيت حنقرأه ونشرحه مباشرة. أول واحد عندنا اللي هو على قدري، أعتقد هذا البيت يعني مشهور. على قدري أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم. طيب، نعرف العزيمة ما يعزم عليه الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، يعني القرآن. طيب، يقول العزائم إنما تكون على قدر أصحاب العزم، فمن كان كبير الهمة قوي العزم عظم الأمر الذي يعزم عليه. سبحان الله، يعني هي سنة في الكون إنه صاحب الهمة وصاحب يعني النفس العالية غالبا حيطمح لشيء عالي. وكذلك المكارم، إنما تكون على قدر أهلها، فمن كان أكرم كان ما يأتيه من المكرمات أعظم. والمعنى أن الرجال قوالب الأحوال. طبعا هو كالعادة عم بمدح سيف الدولة. إن الفتوح على قدر الملوك وهمات الولاة وأقدام المقاديم. هلأ هون فكرة تأتي العزائم، نجي لها الهمزة، تأتي العزائم كناية على صفة الحمداني في وقت الحرب، يعني إنه هو كان شخص ذو عزم قوي، وتأتي المكارم برضو كناية عنه في وقت السلم. إذن العزائم تأتي في القصد فيها عن وقت الحرب، والمكارم هي في وقت السلم، إنه كريم في وقت السلام. طيب، يوجد أسلوب استعارة، أنا كاتبت لكم هنا. الاستعارة هي التشبيه، تأتي العزائم وتأتي المكارم. طبعا شو الفرق ما بينها وبين أن أجي أحكي شبه الشاعر في كذا وكذا؟ إنما الاستعارة هي بتكون مع حذف أداة التشبيه، يعني ما حكى كأن، تمام؟ فبالتالي هو حكى تأتي العزائم تأتي المكارم، وشبه العزائم والمكارم بالشخص الذي يأتي أو الشخص الذي يجي، من غير ما يذكر فكرة وجود أداة تشبيه. طيب، البيت الثاني، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. يعني صغار الأمور عظيمة في عين صغير، في عين صغير القدر، وعظامها صغيرة في عين العظيم القدر. طبعا هذا البيت مهم جدا، اني بدي اعرف الاسلوب المستخدم فيه هو اسلوب المقابلة. المقابلة انا كاتبت لكم عندها تضاد، بس الفكرة هي مش زي الطباق. زمان اخذنا مصطلح اللي هو الطباق، الطباق بيكون ما بين كلمتين فاكثر، اما المقابلة، عفوا، ما بين كلمتين، اما المقابلة بتكون 3 كلمات واكثر. فهون حكى تعظم الصغير العظيم تصغر، فهمت علي؟ يعني فيها اكثر من كلمة، فبالتالي هاي كانت مقابلة مش طباق، فهذا هو الفرق بيناتهم. طيب، البيت الثالث اللي هو ويطلب عند الناس ما عند نفسه، وذلك ما لا تدعيه الضراغم. طبعا فكرة انه بالشرح مبدلين الابيات، فاحنا البيت الثالث حننزل على البيت الرابع وحنرجع على البيت الثالث. الضراغم هي الاسود. يقول يطلب عند الناس ما عندهم يشجع، يعني الناس بتطمح انه يكون عندها زي سيف الدولة الحمداني، وحتى الأسود نفسها ما عندها هذه الشجاعة. طبعا هي مبالغة نوعا ما، وبرضو فيها هنا أسلوب تشبيه. طيب، البيت الثالث اللي هو بدنا نرجع له، بيت الرابع تقريبا، اللي هو يكلف سيف الدولة الجيش همه وقد عجزت عنه الجيوش الخضارم. إذا يعني مش محركة عندكم، يكلف هي سيف الدولة. طيب، يكلف جيشه ما في همته من الغزوات والغارات، يعني هو لأنه همته عالية، فبالتالي رح يعني وهو قائد وهو أمير، يعني فبالتالي رح تكون يكلف الناس اللي بيكونوا عنده اللي هم الجيش بحسب همته هو نفسه. فالقصد فيها يكلف جيشه ما في همته من الغزوات ولا يقوه، والجيش نفسه ما بتحمل هذه الجيوش هذه الغزوات مع انهم مكتار، لان ما في همته ليس في طاقة البشر، برضو مبالغة. والخضارم اللي هو الخضرم معناتها الكثير العظيم، وقد عجزت عنه الجيوش الخضارم اللي هي الجيوش العظيمة. وهنا عندي هاي مهمة جدا، برضو بتيجي، قد عجزت أسلوب تأكيد يفيد التحقيق، اللي هو يعني هي فعليا قد زائد فاعل ماضي، يعني الأسلوب هو التحقيق، أما قد زائد فعل مضارع يفيد التشكيك،
التحقيق والتشكيك، مع فعل ماضي هي تحقيق، مع فعل مضارع هي التشكيك. طيب اللهم صل على سيدنا محمد. نرجع على البيت الخامس. هل الحدث الحمراء تعرف لونها وتعلم أن الساقيين الغمائم؟ طبعا الحدث الحمراء حكيتها قبل شوي، اللي هي اسم قلعة معروفة عندهم بناها سيف الدولة في بلاد الروم، يعني هاي نقطة خلينا نعلم عليها. وقوله الحمراء لأنها احمرت بدماء الروم، وذلك لأنهم غلبوا عليها وتحصنوا بها، اللي هو من كتر اللي هم الروم لما هزمهم من كتر ما كان في اشتداد في المعركة والدماء اللي صارت، فبالتالي صار لونها أحمر، فهو حكى عنها هل الحدث الحمراء وتعرف لونها. غلبوا عليها وتحصنوا بها، فأتاهم سيف الدولة وقتلهم حتى احمرت بدمائهم. طبعا هون في شيء محذوف اللي هو خلينا نحكي عنها هنا، اللهم صل على سيدنا محمد، بحكي وتعلم أي الساقيين الغمائم أم الجماجم، اللي هم الغمائم يعني صورة فنية كأنها هذا الدم كأنه نزل مثل المطر، أم الجماجم اللي هي طبعا هي محذوفة ولكن ترجع تذكر في البيت اللي تحتيه، وحذف ذكر الجماجم اكتفاء بذكر الغمائم. أسلوب الاستفهام في هذا البيت يفيد التعجب، يفيد هنا التعجب. طيب البيت السادس. سقتها الغمام الغر قبل نزوله، فلما دنا منها سقتها الجماجم. برضو نفس الفكرة اللي حكيناها، طبعا هنا نزوله يعني زبطوها نزوله، فلما دنا منها سقتها الجماجم. سقاها الغمام قبل نزول سيف الدولة وجادها قبل حلوله، فلما احتلها أوقع فيها الروم، وأنا قصد فيها لما حاصر فيها الروم، فقتلتهم جيوشه وفلقت هامهم سيوفه، فسفك فيها دماؤهم، صارت مثل المطر، يعني ما مثل المطر الذي جاد بها والسحاب في كثرته وقام في جمله. طيب سقتها الغمام الغر قبل نزوله، كناية على شو كثرة الأمطار التي كانت في المكان، فلما دنا منها سقتها الجماجم، اللي هي قصد فيها الدماء اللي جعلت أصلا لون هذه القلعة باللون الأحمر. طيب اللهم صل على سيدنا محمد. البيت السابع. وقفت وما في الموت شك لواقف كأنك في جفن الردى وهو نائم. يا إلهي. هذا البيت طبعا الردى هو الهلاك أو الموت. يقول يعني شوف التصوير، وقفت في ساحة القتال، يعني من كتر ما إنه المعركة كانت مشتد ما حد بشك إنه هذا الشخص إلا لازم يموت، ولكن بحكي وقفت في ساحة القتال حتى لا يشك واقف في الموت لشدة الموقف وكثرة المصارع فيه، حتى كأنك واقف بنص الموت، يعني شوف التصوير كأنك واقف في جفن الردى وهو نائم، يعني هو مش ملاحظك أصلا، فلم يبصرك وغفل عنك بالنوم فسلمت. صفة الحمداني في هذا البيت هي إيش؟ الجرأة والإقدام، الشجاعة والجرأة والإقدام. البيت الثامن. تمر بك الأبطال كالما هزيمة، ووجهك وضاح وثغرك باسم. هنا عاد برضو بيصور فيه، يصور الشاعر الأمير وهو واقف غير متهيب، اللي هو كان هنا كأنه واقف في نصف المعركة، هنا يرجع يصفه مرة أخرى، وهو واقف غير متهيب من هول الحرب، ومقدم غير متوقع الموت، ومتقدم بكل شجاعة حتى أن الهلاك قدر بسالته وأقدامه، فأعرض عنه وغفل عنه بالنوم فلم يسلم، يعني تكمل لهذا للبيت السابق. وتمر الجرحى من الأبطال من هزيمة مستسلمين، لكن ذلك لا يثني عزم الأمير ولا يضعف نفسه، كأنه يعني بيزيد في مدحه وما إلى ذلك. المقصود بالأبطال هم الأعداء، يعني أنا رجعت لها إن هي الأبطال مش الإبطال. طيب اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. البيت التاسع اللي هو تجاوزت مقدار الشجاعة والنهى إلى قول قوم أنت بالغيب عالم، يعني برضو مبالغة جدا هنا، إلى خلينا نصححها إلى قول قوم أنت بالغيب عالم. يقول ما فيك من الفطانة يتجاوز حد العقل، لأنه يعني هذا دليل على قديش كان هو فطن مكيس بأنه بأحداث المعركة وما إلى ذلك، وأنه ذكي في التعامل معها، لأنه لا يدرك بالعقل ما تدركه أنت، وما فيك من الشجاعة قد تجاوز الحد إلى ما يقوله الناس فيك من أنك أنت عالم بالغيب، لأنك كأنك تعرف ما تصير إليه من الظفر، فتشجع على القتال ولا تحذر الموت لعلمك
بأن العاقبة لك، يعني كأنه متأكد جدا وواثق من نفسه أنه حيفوز أو أنه حينتصر، وبنفس الوقت هو كان متوكل على الله سبحانه وتعالى. فيعني يصف هذا المشهد بأنه كأنه يعلم الغيب، طبعا لا أحد يعلم الغيب إلا الله. طيب البيت العاشر، اللهم صل على سيدنا محمد، ضممت جناحيهم على القلب ضمة تموت الخوافي تحتها والقوادم. ركزوا معي في هذا البيت. أول شيء يريد بالجناحين اللي هم إيش؟ ميمنة الجيش وميسرة الجيش. طيب وهما جانب العسكر، فعليا دائما الجيش فيه ميمنة وميسرة مقدمة ومؤخرة. ولما سماها جناحين هنا بده يعطيها صورة فنية، جعل رجالهما خوافي وقوادم. شو معنى خوافي وقوادم؟ كونه جبنا سيرة الجناحين، خلينا نجيب لكم هنا جناحين أوضح لكم إياها. اللهم صل على سيدنا محمد. الجناح يشتمل على القوادم وهي من الريش، طبعا في الطائر نعتبر انه هذا مثلا نسر، بتكون القوادم موجوده في امامه، بتكون هذا الريش طبيعته قويه وبتساعد على الطيران، فهاي هي القوادم. تحتها عاده بتكون اللي هي الخوافي، والخوافي اللي هي يعني قرات عنها كانه الطير اللي بيخبي فيه اولاده، تمام، تحتي، فبتكون هيك دافئه والريش تاعه ناعم. فاللهم صل على سيدنا محمد. فشوف التصوير الفني هنا، ولما سماها جناحين جعل رجالهما خوافي وقوادم. الجناح يشتمل على القوادم، حكينا عنهم اللي هم هدول موجودين هما فوق الخوافي، قيل أنها 10 ريشات في مقدم الجناح الطائر وعليها معوله في طيرانه، يعني هو لأنها بتكون حكينا الريش نفسه بيكون قوي فيعول عليها في طيران، والخوافي هي اللي تحتيها وحكينا انها بيكون ريش ناعم ويعني وظيفتها انه يخبي تحت الاولاد. طيب يقول لففت جناحي العسكر، يعني كانك يعني شبه الميمنه والميسره بجناحي الطائر. عسكر الروم على القلب فاهلكت الجميع، وقوله تموت الخوافي تحتها اي تموت تحت مثل هذه الضمه اللي يعني شدتها، وذلك عبر عنها بالمضارع اللي هو استمرار الحدث. طيب الفكرة العامة في هذا البيت يدل على حسن تخطيط الحمداني في أرض المعركة. هاي جملة مهمة، حسن تخطيط الحمداني في أرض المعركة. تكرار الشاعر في هذا البيت ضممت جناحيهم على القلب ضمة يدل على شدة الضمة وقسوتها. طيب اللهم صل على سيدنا محمد. ضلع النبيتين إن شاء الله سهلين. تشرف عدنان به لا ربيعة وتفتخر الدنيا به للعواصم. طبعا هنا بالعادة الإنسان بيفتخر بأجداده، بس هون كأنه بيحكي إنه الأجداد بيفتخروا فيه. طيب الضمير به لمليك وعدنان، أبو العرب، وربيعة اللي هو قريب يعني لعدنان أو يعني من نسل عدنان، وهي قبيلة سيف الدولة. والعواصم بلاد قصبتها أنطاكيا، أنطاكيا موجودة في تركيا. يقول إن جميع العرب يفتخرون بك لرجوعك بالنسب إليهم، وليس يفتخر بك رهتك فقط، يعني تخيل برضو مبالغة في المدح. وأنت فخر لجميع الدنيا لا لبلاد مخصوصة، يعني هو مش هاي القصيدة الوحيدة اللي بمدحه فيها، بمدح في سيف الدولة، ولكن جاء الفخر بشكل عام ليس خاص. طيب البيت الأخير، ألا أيها السيف الذي ليس مغمدا ولا فيه مرتاب ولا منه عاصمة. السيف يعني بيت السيف هو الغمد، يعني لما السيف تضعه في بيته عشان ما يعني كأنك غير مشرع في القتال، هذا هو الغمد. فهو بقول لك إيش؟ ألا أيها السيف الذي ليس مغمدا، يعني لما تحكي عن السيف إنه ليس مغمدا يعني إنه هو طالع من بيته وكأنه مقبل على أرض المعركة، مقبل على القتال. أنت السيف الذي لا يتضمنه غمد، إذ هو دائما مجرد على أعدائه، يعني دائما مشرع السيف، وليس يرتاب يشك في هذا أحد، ولا يعصم ولا يحمي ولا يمنع منه شيء، لا حصن ولا حديد. طيب ألا أيها السيف الذي ليس مغمدا، كناية على استعداد الحمداني للمعارك، برضو هاي نركز عليها. اللهم صل على سيدنا محمد. يعني أتوقع الأبيات هيك سهلة وإن شاء الله تكون انشرحت بشكل صحيح. طيب اللهم صل على سيدنا محمد. هلا نيجي نحكي عن في جوانب اللغوية والنحوية، نحكي شوية نحو، وموضوع جدا سهل، نحكي عن المرفوعات في اللغة العربية وكلنا مخدينها وعارفينها. المرفوعات هي الكلمات المرفوعة على اختلاف علامة الرفع، غالبا الرفع علامته ايش؟ الضم، ولكن في عندي يعني علامة رفع اخرى مثل اللي هو الواو في جمع المذكر السالم والاسماء الستة، الالف في المثنى، ثبوت النون في الافعال الخمسة. نبلش. انا عندي طبعا يعني انتوا اكيد ما حتحفظوا تعريفهم، بس المهم تكونوا عارفين وفاهمين وين بيجي كل حدا فيهم. اول شيء الفاعل هو اسم صريح او مؤول بالصريح. هلا بحكي لكم شو معنى مؤول بالصريح. طيب
يتقدمه فعل أو شبهه على جهة وقوعه منه أو اتصافه به، والمقصود بالاسم الصريح. يعني أنا أجي أحكي ذهب محمد، ذهب فعل، محمد فاعل، والمؤول بالصريح الذي يتكون من أن المصدرية. يعني زي تحكي أن تذهب، أن تفعل، هاي هي أن المصدرية. تمام. أو ما المصدرية، فيؤولان بمصدر المناسب، وذلك منه مثل أحكي يسرني أن تنجح. أن تنجح هو أن المصدرية، اللي هو هذا المصدر تبعه. طيب أفرحني أنك تدرس بانتظام، والفاعل يكون صريحا نحو إيش؟ جاء محمد، محمد فعل صريح أمامنا، جاء فعل ماضي مبني على الفتح الظاهر، ومحمد فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهر، يعني واضح جدا، وهو فاعل صريح مفرد، ويكون مؤولا بالصريح نحو يسرني أن تنجح. شوفوا يسر اللي هو فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة، لأنه طبعا في الجاي تحكي لأنه مسبوق نصب ولا جسم، وإنما ظاهر هذا الإشي. عندي يسرني، النون هو النون الوقاية لا محل لها من الإعراب، الياء ضمير مبني في محل نصب مفعول به، أي ضمير يتصل بأي فعل يكون في محل نصب مفعول به، هاي قاعدة يعني، وأي ضمير يتصل بأي اسم في محل جرف الإضافة. هاي مش معكم. طيب وأن أداة نصب، وتنجح فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة، طبعا إنه الفعل المضارع معرب مش مبني، فبالتالي إذا سبق بأداة معينة يعني يأخذ يعني يتشكل حسب الحركة. فعل مضارع منصوب علامة نصبه الفتحة. هسه مع بعض اللي هم أن تنجح مع بعض، وأن والفعل يؤولان بمصدر تقديره نجاحك، زي كأنك بتحكي إيش يسرني نجاحك، فبالتالي هاي بتكون إيش الفعل. نيجي نحكي عن نائب الفاعل. نائب الفاعل نعرف لما يكون عندي فعل مبني للمجهول كالعادة، المثال اللي بنحكيه أكل محمد التفاحة، أكلت التفاحة، فبالتالي هسا أكل محمد، محمد كان هو الفاعل، لما راح محمد حكينا أكلت التفاحة، ظلت مضمومة التفاحة هي نائب الفاعل. طيب هو الاسم الذي يقوم مقام مقام الفاعل وينوب عنه، ويأتي قبله الفعل المبني للمجهول أو للمفعول أو لما يسمى فاعله، ويعني يقرأوها قراءة. طيب المبتدأ أحد ركني الجملة الإسمية، بنعرف الجملة الإسمية مبتدأ وخبر، والاثنين بيجوا بالعادة إيش مرفوعات، اللهم صل على سيدنا محمد، وهو ما يبتدأ به الكلام، أو لنكون أكثر دقة ما تبتدأ به الجملة الإسمية، ويشترك المبتدأ مع الخبر في الإفراد والتثنية. يعني المبتدأ مثنى، الخبر بيكون مثنى، المبتدأ جمع، الخبر بيكون جمع، والأصل في المبتدأ والخبر الرفع إلا إذا دخل عليهما ما ينسخ حكمهما، كالعادة مبتدأ وخبر يعني إحنا عارفين هما مرفوعات إلا إذا في شروط معينة. والذي رفع المبتدأ هو الابتداء، وهو عامل معنوي، والرفع في الخبر يعني مش مهم، ويختلف المبتدأ عن الخبر في التذكير والتأنيث. تمام، يعني بدك تعرف إن هو بيكون موافق له في الإفراد والتثنية والجمع، ويختلف عنه في التذكير والتأنيث. إذا كان المبتدأ جمع تكسير فالمبتدأ يكون مذكرا والخبر يكون مؤنثا. يجي نحكي عن الخبر. الخبر هو المتمم للمعنى في الجملة الإسمية. يعني أنا حكيت مبتدأ أكيد بدي أعطي خبر. طبعا في شغلة هنا لازم نعرفها، المبتدأ يكون يمكن أن يأتي على صورة اسم صريح أو مصدر مؤول، ومستحيل ما يمكن أن يأتي إيش جملة إسمية أو فعلية أو شبه جملة، عشان يعني لو جاء في الإعراب مثلا في الحديقة في الصف وما إلى ذلك، بدكم تكونوا عارفين أنه مستحيل تكون مبتدأ، هي يعني إما بتكون شبه الجملة الإسمية في محل رفع خبر أو ما إلى ذلك. طيب الخبر هو المتمم للمعنى في الجملة الإسمية، وهو الركن الثاني من أركان الجملة الإسمية، وهو الذي يتمم حكينا معنى الجملة الإسمية فلا تصح الجملة بدونه، وينقسم إلى أقسام، حكينا خبر مفرد، خبر جملة إسمية، وخبر جملة فعلية، وخبر شبه الجملة اللي حكينا عنه قبل شوي. طيب حكينا خبر مفرد يعني عادي تماما واضح جدا، وهو ما ليس هو ما رح يكون لا جملة اسمية ولا جملة فعلية ولا شبه جملة، فبالتالي خبر مفرد. جملة اسمية او فعلية عادي ممكن تكون جملة يعني طبيعية، انت تعرف فعل وفاعل بعدين تحكي والجملة الفعلية في محل رفع خبر وهكذا. وخبر شبه الجملة، شبه الجملة برضو حكيناها قبل شوي، الذي يندرج تحته الجار والمجرور والظرف. طيب هون تركيز على ما تحته خط، لانه صيغ الأسئلة بالامتحان، أركزوا على الأشياء سبحان الله نفس اللي تعلمنا عليها. اسم طيب، اللهم صل على سيدنا محمد، اسم كان وأخواتها، خبر إن وأخواتها، طبعا هم عكس بعض، اسم كان بيكون مرفوع وخبرها منصوب، اسم إن منصوب وخبرها مرفوع، فإحنا بدنا المرفوعات هنا، اسم كان وأخواتها، كان وأخواته، لكان وأن كان وليت ولعل ولكن وما إلى وآخر، لا لليت ولعل هذول لا إن استنوا
يا إلهي، هم اللي بيكونوا فعل ماضي ناقص، عشان ما بديش هسه أهبط فيهم. بس عموما اللهم صل على سيدنا محمد. إن وأنت أن وليت ولعل ولكن، هدول إخوات إن. طيب نكمل. كان وإخواته هي أفعال ماضية ناسخة ناقصة تدخل على الجملة الإسمية فترفع المبتدأ ويسمى اسمها وتنصب الخبر ويسمى خبرها، وسميت ناسخة لأنها تنسخ حكم المبتدأ والخبر. ليش؟ لأنه اللهم صل على سيدنا محمد تنسخ حكم المبتدأ والخبر، مش كتير مهم الجملة. فبعد أن كان مبتدأ وخبر صار إيش؟ اسم كان وخبر، خبر كان، تمام. وبعد أن كان الخبر مرفوعا صار منصوبا. طيب اللهم صل على سيدنا محمد. خبر إن وأخواتها اللي هم إن حرف توكيد ونصب، اللي هم بشوي حكينا عنهم، اللي هم إن وأن وليت ولعل ولكن وكأن، وتدخل على الجملة الإسمية فتنصب المبتدأ ويسمى اسمها، وترفع الخبر ويسمى خبرها، وكل حرف من تلك الحروف له معنى. طبعا معاني هذه الحروف، إن وأن يفيدنا التوكيد، والفرق بينهما أن إن تأتي في أول الكلام، أما أن فتأتي في منتصفه، تمام؟ إن وأن تنتان في باب التوكيد. وكأن تفيد التشبيه، لكن تفيد الاستدراك، ليت تفيد التمني، ولعل تفيد الترجي. والفرق طبعا في عندي فرق ما بين التمني والترجي. اللهم صل على سيدنا محمد. طيب ثواني دقيقة عشان يعني نستذكر الموضوع. أخوات كان اللي هم أصبح، أضحى، أمسى، بات، صار، ظل، ليس، ما برح، ما فتئ، ما دام، ما زال، ما انفك إلى نهايتهم. هم مش مذكورين معكم، بس حلو أن نعرفهم بحيث أنه لو إجونا في الإعراب نكون عارفينهم. طيب اللهم صل على سيدنا محمد. المرفوعات الفعلية معلوم لدرس قواعد اللغة العربية أن الأفعال كلها مبنية، طبعا بدنا نعرفها، كل الأفعال مبنية إلى الفعل المضارع اللي هو فعل المعرب. شو يعني معرب؟ يتغير حركته وفق الشيء اللي يدخل عليه، دخل عليه حرف نصب ينصب، دخل عليه هون فيبنى على الفتح مثلا، فيبنى على الفتح إذا باشرته نون التوكيد الخفيفة والثقيلة زي فعلنا مثلا، ويبنى على السكون إذا اتصلت به نون النسوة. والفعل الماضي مبني دائما، هذه يعني قاعدة، أن الفعل الماضي دائما مبني، والأمر يبنى على ما يجزم به مضارعه. طيب وعلى ذلك الفعل المرفوع هو الفعل الوحيد هو الفعل المرفوع الوحيد هو الفعل المضارع، لأنه معرب فيتغير آخره بتغير العوامل، وإن لم يسبقه ناصب ولا جازم فهو بيكون مرفوع، تمام، إلا إذا أجا قبله ناصب أو جازم وما إلى ذلك. وبدي أعرف يرفع بالضمة أو بثبوت النون إذا كان من الأفعال الخمسة. وحكينا كمان يرفع بالواو في جمع المذكر السالم والأسماء الستة. طيب تطبيقات نحوية، خلص تقريبا هيك أنهينا تطبيقات نحوية وبلاغية، يعني عقبنا عليها شوي في القصيدة. المرفوعات حكينا الفاعل، زي حكي تأتي العزائم، يكلف سيف الدولة، تمر، ضممته إلى نهايتها. طيب المبتدأ والخبر في البيت الثامن اللي هو ووجهك والضاح، البيت السابع كان وهو نائم اللي هو هذا الضمير، هذا اسم الإشارة عفوا، وهو نائم، البيت أنت بالغيب عالم اللي هو البيت التاسع. خبر إن وأخواتها في البيت رقم سبعة كأنك اللي هو هاي حكينا عنها من أخوات إن في جفن الردى. طيب الفعل المضارع في البيت الثاني، اللهم صل على سيدنا محمد، تعظم في عين الصغير صغارها. والبيت الرابع ويطلب عند الناس. طيب البلاغة عندي الاستعارة، حكينا إن الاستعارة هي التشبيه ولكن مع حذف أداة التشبيه نفسها، يعني فيش كأن كذا كذا. طيب البيت الأول حكينا عنه تأتي العزائم، مشبه العزائم بالشخص الذي يأتي. عندي البيت الرابع تدعيه الضراغم، الضراغم هي الأسود حكينا، فالأسود ما رح تدعيه فهي شبهها أيضا بالإنسان. تعرف لونها، برضو كنا نحكي عن القلعة اللي بتعرف لونها، والقلعة ما حتعرف، برضو شبهها بالإنسان الذي يعرف. وأنت في جفن الردى وهو نائم، كأن الردى إنسان له عينان، يعني برضو هون شبهها بهذه الطريقة. والبيت الثامن ثغرك باسم، برضو نفس الشيء. المقابلة حكينا عنها اللي هي احنا هنا ثلاث كلمات تقابل ثلاث كلمات، لذلك ليست طباقا، الطباقا بتكون كلمتين. وأسلوب التوكيد حكينا عنه التحقيق اللي هو قد عجزت، اللي هو انه لما يكون في عندي فعل
قد دخلت على فعل ماضي هنا تحقيق، وإذا كان قد دخلت على فعل مضارع فهي تشكيك. بس أتمنى أن تكون يعني المحاضرة أتمنى أن تكون يعني الوحدة هوينة وسهلة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سلام عليكم.